قلتي مثلا ممكن يكون مجموعك يدخلك كلية وانت فكرك عايز تروح لحاجة تانية بعد ما تخلص دراستك، ممكن كمان تستفيد من اللي درسته في الكلية في مجالك حتى لو كان مجال مختلف، طبعا أكيد. سواء لغة مثلا أخدتها أو تجارة أو أي حاجة. هي طريقة التفكير اللي بتودينا في سكة مختلفة. يعني طريقة تفكيري ان انا يا دي يا هقعد في البيت يا اما هعيد ثانوية عامة يا اما التفكير اللي هو المحبط ده هو ده اللي ممكن يودينا في طريقة في سكة مش كويسة، لان يا اكم من ناس عادوا ثانوية عامة وجابوا نفس المجموع تقريبا او اقل، ضيعوا وقت على الفاضي، فضيعت سنة من عمري على الفاضي. لا بالعكس، خلاص أنا هختار حاجة تناسبني خلاص في الوقت الحالي وتناسب مجموعي، وأنا عارف بعد كده إن مش بالمجموع خالص خالص، بعد كده ده بتاع ربنا تماما، وإن أنا أبذل مجهود إني أبقى مبدع، إني لازم أدي بصمة في المكان اللي خلاص بقيت فيه. افرض إن أنا تخرجت من كلية من كليات القمة وبقيت الطبيب أصلاً خايف. في حاجة اسمها كده يا دكتورة، يعني مع المستجدات الجديدة ومع الكليات الجديدة ومع التخصصات الجديدة ومع الذكاء الاصطناعي اللي داخل يعمل لنا شقلبان ولا شقلباز في كل التخصصات، في حاجة اسمها كلية قمة وكلية غير قمة؟ أنا رأيي القمة الناجح في مجاله، لأن أنا ما أعرفش أعيش من غير المحاسب، ما أعرفش أعيش من غير المحامي، ما أعرفش أعيش من غير يعني أي مهنة أنا محتاجاها، فكلهم قمة في نجاحه وانه يحقق لي الخدمه اللي انا عايزاها. يعني كلنا خدمات لبعض، الدكتور محتاج المحاسب ومحتاج المحامي ومحتاج وكيل النيابه، كلنا محتاجين بعض. فليه اصنف ده طبيب ان هو ده كليه قمه والتاني كليه اي كلام؟ لا كله زي بعضه. المهم اللي ينجح انك تكوني بارزه في الحته اللي انت رحتيها. انا هبذل مجهود جبار ان انا ابقى موجود، انا هنا، انا صح، انا بدي خدمه مميزه، انا بعمل حاجه ما حدش عملها قبلي. مش شرط انا خريج ايه، الشرط ان انا وصلت لايه. حتى لو حد بيعملها قبلي اكون انا بعملها باتقان يعني او بتميز، ما انا كل واحد فيه برضه سنه كده مختلفه عن التاني. يعني انا حضرتك بتقدمي والاستاذ بيقدم، كل واحد مميز، انتوا الاثنين شغالين شغلانه واحده بس كل واحد مميز بطريقته، مميز بكاريزمته، مميز بالحاجات اللي هو يعني بيشتغل عليها علشان يبقى طبعا باين. فمش شرط ان انا، ما في طبيب ممكن ابقى خريج كليه قمه وابقى خايب، ما بعرفش اشتغل، ما اتمرنتش على نفسي وما اشتغلتش على نفسي عشان ابقى طبيب مميز. ممكن اكون مهندس وبرضه ما عملتش حاجه جديده، يبقى انا ما حدش استفاد مني. الاهم الاستفاده. صحيح. مين استفاد مني اقصى استفاده واحسن استفاده؟ واللي كنت بكلم حضرتك فيه انه ممكن تكون مثلا انت دخلت درست وخدت لغه وده ما كنتش محتاج ان انت ده، يعني ده ما كانش غرضك او هدفك، كنت محتاج تدخل كليه ومجموعك ما جابش، فدخلت مثلا وليكن اداب انجليزي، فدرست انجليزي وبقى معاك لغه هتنفعك في مجال شغلك التاني اللي انت عايزه ده بعد ما تخلص دراستك. صحيح. درست علاقات عامة هتنفعك في مجال شغلك، لأن العلاقات العامة متداخلة في كل القطاعات، فيعني أيا كان المجموع بتاعك دلوقتي والكلية اللي أنت هتدخلها تأكد أنك هتستفيد من الدراسة فيها، وبعد ما تخلص الدراسة عندك إمكانية وحرية أنك تنتقل وتجرب دراسة مجال آخر.